بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الإخلاص. هذه سورة تسمى سورة الصمد، وتسمى سورة الإخلاص لأنها خالصة في ذكر الرب سبحانه وتعالى، لم يذكر مع الله شيء سواه، فهي في الثناء على الله وتعريف العباد بربهم جل وعلا. وقد قيل إن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فقال فأنزل الله عز وجل قل لهم يا محمد هو الله أحد، أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته، لا مثل له ولا ند ولا شريك، تعالى عن النظير والشبيه والنديد والمثيل، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسورة الإخلاص وكل سورة دلت على الإخلاص أو آية نجد أنها معظمة في كتاب الله، كآية الكرسي وسورة الفاتحة وسورة تبارك وسورة الإخلاص وسورة الكافرون، فمدار هذه السور على ذكر الرب وتوحيده جل وعلا، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه أيكم يقرأ أو يقوم بثلث القرآن في ليلة؟ قالوا أينا يقوم بثلث القرآن في ليلة؟ فقال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها فكأنما قرأ ثلث القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال العلماء في بيان وجه ذلك أن القرآن مكون من ثلاثة أشياء: أخبار أو توحيد وقصص وأحكام. فسورة الإخلاص هي شاملة للتوحيد، جاءت بالتوحيد كله، توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، توحيدا يشمل كل أنواع التوحيد. فلما دلت على هذا المعنى العظيم بهذا الأسلوب والآيات القليلة كانت كأنما عدلت ثلث القرآن، فمن قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن. وقد كان أحد الصحابة يقرأ في صلاته فيختم كل ركعة من الصلاة التي يجهر بها بعد أن يقرأ سورة من القرآن يختمها بقل هو الله أحد. فجاء أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون رسول الله بما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما يفعل ذلك، فقال إن فيها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه بحبها إياه، بحبه إياه. وهذه السورة يا إخواني تقرأ في اليوم والليلة قرابة 14 مرة، تقرأ ثلاثا عند النوم، يجمع الإنسان كفيه فيقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفث فيها، ثم يمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وسائر جسده، يقرأها ثلاث مرات، قل هو الله واحد والفلق والناس. وأيضا تقرأ بعد صلاة الفجر ثلاثا، وبعد صلاة العصر ثلاثا أو المغرب، هذه أو هذه لا إشكال، فصارت بهذا تسع. والصلوات الخمس، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأيضا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الوتر، فيختم بها المسلم يومه وليلته، يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ قل هو الله أحد. وأيضا تقرأ في بداية يومه عندما يصلي ركعتي الصبح قبل صلاة الفجر، فيقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ليعلن بالتوحيد لله في بداية يومه وفي ختام يومه. ويقرأ بهما أيضا بعدما يطوف بالبيت، لماذا؟ إعلانا للتوحيد لله عز وجل بعدما يطوف بالبيت، لئلا يقع في قلب أحد أن هذا الطواف لهذا المبنى، بل هو لله جل جلاله، نطوف مخلصين لله، نعبد الله لا نعبد شيئا سواه. إذن فمواطن قراءتها في اليوم والليلة كثيرة، وتقرأ أيضا في سنة المغرب. والحاصل أن هذه السورة عظيمة جدا، وينبغي علينا أن نستكثر من قراءتها بنية وتفهم لمعناها. وقد ورد في حديث، وإن كان بعض العلماء يضعفه، من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يقول الله في أول هذه السورة قل، قد بينا فيما مضى أن السورة أو الآية التي تبتدأ بقل لها من المعنى والمضمون ما ليس لغيرها، فمن شدة عناية الله بها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بمضمونها وأن يتلفظ بالألفاظ فيقول تلك الألفاظ، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يقول شيء كل شيء في القرآن، لكن يقول قل، أجبهم يا محمد وقل لهم هو الله أحد، أي أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته، وهذه شاملة لجميع أنواع التوحيد.
والأصل أن يقال واحد، لكن كلمة واحد تقال في الله وفي غيره، أما أحد فلا تقال على سبيل الإثبات إلا لله، لا يقال أحد على سبيل الإثبات إلا لله، أما في النفي فتقال لله وتقال لغير الله عز وجل، تقول لا أحد مثلك، أحد أحد هنا عنيت بها مخلوقا لكن جاءت في النفي، أما في الإثبات فإنها لا تطلق إلا على الله وحده. قال الله عز وجل الله الصمد، أي الله السيد الذي كمل سؤدده، والعظيم الذي كملت عظمته، والكريم الذي كمل كرمه، والشريف الذي كمل شرفه، فما يطلق الصمد إلا على من كمل وتم له كل شيء من أنواع المدح والثناء واحتاج إليه غيره، فهو غني عن كل من سواه، وكل من سواه فقير إليه يصمد إليه في قضاء الحوائج. وهذا من أشهر تفاسيرها، ومن التفاسير المشهورة وهو قريب من المعنى اللغوي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، قال الصمد الذي لا جوف له، لأن وجود الجوف يقتضي الحاجة، فالله عز وجل صمد أي لا جوف له، فليس بحاجة إلى شيء مما يحتاجه ذو الأجواف من الطعام والشراب والهواء والدم والنفس وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك كله، الله الصمد الغني عن كل أحد. وقد قيل في تفسيرها أيضا الصمد الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج، يرجع الناس إليه في قضاء الحوائج. وقيل أيضا في تفسيرها الصمد الباقي، وقيل في تفسيرها الصمد الدائم، وقيل في تفسيرها الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وكل هذا من باب اختلاف التنوع، فإن هذه المعاني تجتمع وتتعاضد ولا تتضاد بحمد الله. لم يلد ولم يولد هذا تفصيل في النفي على غير عادة القرآن، فالعادة أن القرآن ينفي نفيا مجملا ويثبت إثباتا مفصلا، مثل قوله ليس كمثله شيء نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل، لأن المدح يناسبه التفصيل والنفي يناسبه الإجمال. لا يليق أن تأتي إلى ملك وتقول أنت لست بكسور ولا بخيل ولا كناس ولا زبال ولا قمام، تريد أن تمدحه بذلك، هل يقبل منك هذا الكلام؟ لا، إذا أردت النفي تقول أنت ملك ليس مثلك ملك، ليس مثلك أحد من الناس، فإذا أردت أن تصفه بصفات فصل، فأنت الكريم والشجاع والقائد والرئيس والملك وغيرها من عبارات المدح والثناء، وكذلك معنى الله. لكن قد يحتاج إلى التفصيل في النفي عندما يرد على أقوام بعينهم فينفى ذلك، كما قال الله عز وجل عندما اتهم اليهود ربنا سبحانه وتعالى بأنه مسه التعب، قال وما مسنا من لغوب، فنفى اللغوب وهو التعب والعياء والنصب، وهنا قال لم يلد ولم يولد. لماذا؟ لأن من الناس من اعتقد الولادة في الله، إما أن يكون متولدا عن غيره أو يتولد عنه غيره، كما زعم المشركون قالوا الملائكة بنات الله، وزعمت اليهود عزير ابن الله، وزعمت النصارى المسيح ابن الله، فالله يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل أي لا مثل لله عز وجل ولا نظير له ولا ند ولا مكافئ. وقوله ولم يكن له كفوا أحد حصل فيها تقديم وتأخير من أجل الحصر، وأصل الكلام ولم يكن أحد كفوا له، لكنه قدم الجار والمجرور له من أجل الحصر، أي لا أحد مثل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، للدلالة على الحصر والاختصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة الفلق، وهذه تسمى مع سورة الناس المعوذتين، وقد ورد في فضلهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى، يقول لعقبة ابن عامر ألم ترى أنه أنزلت علي الليلة آيات لم يرى مثلهن، وفي رواية قال ما تعوذ الناس بمثلهما أو ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، يعني إذا أردت أن تبالغ في التعوذ والاستجارة بالله فتعوذ بالله عز وجل من خلال هاتين السورتين،
فقد شملتا كل أنواع التعوذ ولم تتركا شيئا من الشر المحيط بك القريب والبعيد الذي ينفذ إلى جسمك والذي يبقى خارجا منك إلا دخل فيها. وهاتان سورتان أيضا كما بينا تقرآن في مواطن كثيرة، عند النوم ثلاثا، وبعد صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وتقرأ أيضا في أذكار الصباح وأذكار المساء، وتذكر في مواطن كثيرة. وقد قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما أخبر عقبة بأنه أنزلت عليه تلك الليلة، قال فصلى بنا الفجر فقرأ بهما. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فأخذ بهما وترك ما سواهما. لماذا؟ لأنهما جامعتان لم تدعا شيئا من الشر المحيط بالإنسان إلا تضمنته. قد تعجبون يا إخواني أن هاتين السورتين وما قبلها من السور هي مقابلة لأول القرآن. فإن قلت كيف؟ قلنا هذا لون من البلاغة يسمى رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر. فإذا نظرت إلى سورة الفاتحة فإن فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في الأسماء الثلاثة، وسورة الناس قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. وإذا نظرت إلى سورة الفلق فقد ذكر فيها السحر والحسد، وإذا نظرت إلى سورة البقرة فقد ذكر فيها السحر والحسد، وإذا نظرت إلى سورة الإخلاص فقد ذكر فيها الإخلاص. وسورة آل عمران كما تعلمون هي سورة التوحيد، افتتحت بالتوحيد ألف لام ميم، ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما ذكرت كلمة لا إله إلا الله في سورة في القرآن أكثر مما ذكرت في سورة آل عمران، وما ذكرت كلمة الإسلام في سورة أكثر مما ذكرت في سورة آل عمران. فهي سورة التوحيد وأولها كله في التوحيد الخالص ومناظرة النصارى في أمر التوحيد، تقابلها سورة الإخلاص. وإذا جئت إلى سورة النساء تقابلها تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه إيش ماله في سورة النساء المال، وما كسب الولد، وامرأته النساء. وإذا جئت إلى سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي من أواخر سور القرآن ولم ينسخ منها شيء، وجدت يقابلها إذا جاء نصر الله والفتح. وسورة الأنعام أي سورة؟ ما هو موضوعها؟ توحيد عبادة ومجادلة المشركين في أمر التوحيد، ويقابلها سورة الكافر. فهذا من رد العاجز على الصدر، وهو من عجائب ومن لطائف التنزيل، وإذا تأملته وجدته صحيحا. قال الله عز وجل في سورة الفلق قل، قد بينا أن قل تدل على الاهتمام. قال بعض العلماء قل إذا جاءت دلت على أن القرآن ليس من عند رسول الله، وأن رسول الله عبد يؤمر وينهى، فيقال له قل ولا تقل، فهو عبد لله، وهذا أشرف مقاماته، وقد وصفه الله به في أشرف المقامات. الحمد لله الذي أنزل على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله. قل أعوذ، معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم. والعياذ يختلف عن اللياذ، العياذ يكون فيما يحاذر، واللياذ يكون فيما يؤمل. يا من أعوذ به فيما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الفلق أي برب الصبح. وخص الصبح لأن السورة نجاة من المهالك، كالصبح نجاة من ظلمة الليل ومن مهالكه، فذكر الصبح لهذه المناسبة. ويمكن أن يكون المعنى برب الفلق أي برب كل شيء ينفلق، كالحبة والصبح ينفلق عن الليل، وكل شيء فيه انفلاق، ولا مانع من ذلك. قال من شر ما خلق، هذه استعادة عامة، لا تدع شيئا من الشر داخلي أو خارجي يرى أو لا يرى إلا دخل فيها. ومن شر غاسق إذا وقب، بدأ يفصل في شرور معينة لشدة خطرها وعظيم ضررها. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق عند العرب هو الليل، وإذا وقب أي إذا دخل. ولماذا خص الليل إذا دخل؟ لأن الشياطين لا تنتشر إلا في الليل، ولأن الهوام والسباع والحشرات لا تنتشر إلا في الليل، ولأن السراق والحرامية وقطاع الطرق لا ينتشرون إلا في الليل، فهم يستترون بظلام الليل في الوصول إلى مآربهم ومقاصدهم. فالإنسان يستعيذ بالله من شر هذا الليل إذا دخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا غربت الشمس أن نكف صبياننا. لماذا؟ قال لأن للشياطين خطفة وانتشارا تنطلق في الليل.
ولذلك أكثر ما يقع من المكر والكيد والإغواء في الليل، والقنوات الفضائية تعمل متى، والليالي الحمراء متى تكون؟ في الليل. لكن الصالحين يستعملون الليل في طاعة الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جعلني الله وإياكم منهم. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. قبل أن ننتقل إليها، ومن شر غاسق، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر. قال العلماء: لا منافاة بين معنى الغاسق الليل وبين إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر، لأن القمر هو آية الليل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر وأراد به آية الليل. وقد يكون مرادا به القمر بذاته، لأن القمر هو ميزان هذا الكون من حيث البحار وما يتصل بها، والماء الذي يكون في جسد الإنسان، والهيجان الذي يحدث في العالم بسبب قرب القمر واستدارته واستنارته وبعده وخفوته واستسراره. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر، إذا نفثنا، أي نفخنا في عقدهن نفخا بغير ريق، وهي عقد السحر. فإن قيل لما ذكر النفاثات، قيل ليشمل النفاثات النساء اللواتي ينفثن، والأنفس الخبيثة التي تنفث، لأنه لو قال ومن شر النفاثين ما دخل فيه النساء، فقال والنفاثات ليدخل فيه النساء، ويدخل فيه كل نفس خبيثة تنفث من أجل أن تسحر. ومن شر النفاثات في العقد، وهو السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد إذا حسد هو الإنسان الذي يقع الحسد في قلبه ويريد إيصاله إلى غيره، يعني يستجيب لنداء الحسد الذي يقع في قلبه. وإلا كما قال العلماء: ما خلا جسد من حسد. الحسد مركوز في طبائع النفوس، إنه كان ظلوما جهولا، لكن المؤمن يدافعه ويخفيه، والفاجر يبديه ويستجيب له ويتبعه بالأذى والعين وغير ذلك مما يقع في نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ما استعاذ بالله من شر الحاسد، لأن الحاسد قد كفينا شره، هو أول متضرر من حسده. يقول بعض العلماء: لله در الحسد، ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لأنه يكتوي في نار الحسد قبل أن ينتقل حسده إلى المحسود. لكن شر الحاسد يكون شرا يستعاذ منه إذا حسد، فانتقل حسده إلى المحسود، وبدأ يكيد له ويعينه وينصب له العداوة، وتظهر هذه النار على عينيه وعلى لسانه وشفتيه، نسأل الله العافية والسلامة. والجامع لهذه الشرور التي في سورة الفلق أنها شرور خارجية محيطة بالإنسان، الليل والنفاثات والحاسد، هذه أمور خارجية. وقد قدمها بأنه قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجمع كل الشرور وبدأ بهذه الأمور الخارجية. طيب يا ربنا، بقي شر عظيم وهو شر الشيطان، ما ذكرته في هذه السورة؟ قال: هذه تفرى بسورة لوحدها، تحتاج إلى مزيد من الاستعاذة ومزيد من الالتجاء لشدة العداوة وعظم الكيد والمكر الذي يكون من الشيطان لكم يا بني الإنسان. يعني ما يكفي أن تقولوا قل أعوذ برب الفلق، بل زيدوا عليها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أكثروا من الاستعاذة وكرروا أسماء الله ليستجيب الله لكم فيدفع عنكم شر هذا الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس. إذن فهذه سورة خاصة في شر شيء واحد وهو الشيطان. قال: قل أعوذ برب الناس، وبدأ بالربوبية لأنها المقتضية لنزول الرحمة، فربك هو الذي يرعاك ويكرمك ويربيك بنعمه، ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يصد عنك الشرور ويفيك المضر. قال: ملك الناس، الذي يملكهم فيتصرف فيهم كيف يشاء، ويملك أعداءهم فلا يتمكنون من إيذاء بعض خلقه إلا بإذنه، لا يقع من شرهم شيء لأحد من خلق الله إلا بإذن الله. إله الناس، الذي يجب أن تلتجئ إليه القلوب وتخضع لعظمته،
وتؤمن به وتوحده، لأن هذا من مقتضى الاستجابة يا إخواني، أن تؤمن بأن الله هو الواحد المألوه المعبود الذي لا يستجيب الدعاء أحد سواه ولا يلتجأ إلى أحد غيره جل جلاله وتعالى في عليائه وفي أسمائه وصفاته. من ماذا نعوذ يا ربنا ومن ماذا نلتجئ ونعتصم؟ قال: من شر الوسواس الخنّس. والعجيب أنه لم يذكره باسمه، فلم يقل من شر الشيطان، بل ذكره بوصفه ليتبين الناس طريقة مكره، وأن مكره الذي يضر بالناس هو الوسوسة. فهو وسواس يوسوس، ليس له من القدرة والقوة على بني الإنسان إلا الوسوسة، ومع ذلك يستجيب له من كل 1999 نفسا بسبب هذه المكيدة الوسوسة. فهو يأتي ويزين الشيء الباطن للإنسان بما ينفخه في قلب الإنسان، ويكره الحق للإنسان، ويثبطه عن الخير، ويؤزه على الشر بهذه الوساوس والخطرات التي ينفخها في قلبه. فهو جاثم على صدر الإنسان ويلتقم قلبه، يلقي فيه هذه الخطرات والوساوس، والإنسان يستجيب. فسبحان الله، هذا وكيده ضعيف، كيف لو جعل الله كيده قويا؟ كيف لو جعل الله له قوة يمسكنا فيمنعنا من دخول المساجد، ويفطرنا إذا صمنا، وإذا ركعنا أو أردنا أن نقوم نصلي أوقفنا عن الصلاة، أو أردنا أن نذهب إلى بيت الله الحرام حبسنا في سجونه؟ كيف لو كانت عنده هذه القدرة؟ ما آمن منا أحد. ولكنه مع الوسوسة وهذا الكيد الضعيف استطاع أن يهلك أكثر بني آدم، بل لا ينجو من الألف إلا واحد من كيده، نسأل الله العافية والسلام. فانظروا، يعني تأملوا في طريقة خطر هذا الشيطان، وهي الوسوسة. ثم وصفه الله بوصف آخر هو مقابل الوصف الأول، ليبين لك كيف يخنس عنك الشيطان ويهرب ويدعو الوسوسة. فقال: خناس، أي كثير الخنوس والفرار والهروب والاختفاء. بأي شيء أنت تسأل؟ إنه يخنس إذا ذكر الله، ويوسوس إذا غفل العبد عن ذكر الله. ولذلك أكثر من ذكر الله تقتل هذا الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فهو وسواس يوسوس إذا غفل الإنسان، ويخنس ويهرب ويختفي إذا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى ذكرا بقلبه ولسانه وعلى جوارحه. ثم قال: الذي يوسوس في صدور الناس. هذه أهم أعماله التي نستعيذ الله عز وجل بالله من شرها، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله من الجنة والناس تعود إلى قوله يوسوس، يعني الذي يوسوس من الجنة والناس في صدور الناس. فالموسوسون نوعان: النوع الأول نوع جني وهو الأصل الذي ليس له قدرة إلا بالوسوسة، والنوع الثاني نوع خطير جدا وهو الإنسي، والإنسي له وسوسة، وسوسته بالحديث يتكلم معك، وحديثه أبلغ من حديث الجني أو الشيطان الجني. لماذا؟ لأنه يراقبك بعينيه ويبتسم إليك ويتحدث معك بلغة تسمعها ويجلس إليك ويحرجك، وقد يعيرك أو يسبك أو يثني عليك ويمدحك أو يغريك بالقصص والأخبار إلى آخر ما هنالك من الوسائل المؤثرة عليك. فهو صاحب وسوسة، فأنت تستعيذ بالله من شر ذلك الوسواس الذي يوسوس في الصدور، وكذلك من شر ذلك الوسواس الذي يؤزه الجني عليك وهو الشيطان الإنسي. ماذا قال الله في سورة الإسراء؟ قال: وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. أنت لا تقدر على أن تفعل معهم كل شيء، فإذا لم تقدر عبر الوسوسة أجلب عليهم بخيلك ورجلك. فكل راجل يمشي على قدميه يسمى من رجل الشيطان، وكل راكب يريد أن يصد الناس عن دين الله أو يغويهم فهو من خيالة إبليس، جاء ليساعد إبليس في مهمته. أحيانا إبليس يقول لك: سافر إلى البلاد المتفتحة ولتأنس وتنال ما تشتهي. يقول: أعوذ بالله، لا والله، هذا شيء ما فعله أحد من أهلي ولا من آبائي، كيف أعصي الله؟ فلما ييأس إبليس يرسل لك واحد من أصدقائك فيقول لك: يا أبا فلان، ألا تسافر معنا هذا العام؟ يقول: لا ما يحتاج. ليش؟ قصدك التذكرة؟ حنا نقص لك تذكرة. فما يزال بك، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يحملك على الباطل الذي يريد منك. قال الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، أي هذا الموسوس من الجنة والناس. قال بعض المفسرين، وإن كان قولا فيه ضعف، قال: الذي يوسوس في صدور الناس
والموسوس فيه من الجنة والناس، لأن الشيطان يوسوس للجن ويوسوس للإنس. هذا قول لبعضهم يضعفه بعض المفسرين، والعلم في ذلك عند الله. وبهذا أيها الإخوة نصل إلى ختام هذه الدورة الكريمة المباركة التي استمرت بحمد الله عز وجل عامين كاملين في 40 مجلسا، كل مجلس انتظم قرابة 8 مجالس، فأصبح تعدادها قرابة 320 مجلسا من مجالس التفسير فسر فيها القرآن بحمد الله عز وجل كاملا من أوله إلى آخره. وهذه أول دورة فيما علمنا في هذه البلاد يفسر فيها القرآن الكريم في مكان واحد عبر عدد من الإخوة المشايخ وطلاب العلم المختصين بالتفسير، ويحضر لها مثل هذا العدد الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها شاهدة لنا يوم نلقى ربنا، فنفرح أننا حضرناها وأننا حضرنا لها وأننا عملنا فيها وأننا بذلنا من أجلها، ونفرح أنها بقيت وانتفع من بعدنا بها أقوام كثيرون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله شاهدا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله نورا لنا في دنيانا، واجعله نورا لنا يوم نلقاك، واجعله نورا لنا في قبورنا، واجعله نورا لنا يوم نلقاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كما جمعتنا في هذه الدار، اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد، وكما جمعتنا على هذه المائدة العظيمة المباركة، فإنا نسألك أن تجمعنا في دار الكرامة والرحمة والنعمة واللذة والحبور والسرور على سرور متقابلين، يطوف علينا ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اللهم اجعلنا من السابقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما أخطأنا من تفسير كتابك، اللهم تجاوز عنا ما وقعنا فيه من الهفوات والخطيئات، اللهم تجاوز عنا ما وقعنا فيه من التقصير يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في هذه الدورة وأتبعها بدورات مماثلة، واجعلنا مباركين فيها، واجعلنا من طلاب العلم حتى نلقاك، واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا ويوم نرد عليك يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم إنا حضرنا هذا المجلس الخاتم لهذه المجالس العظيمة المباركة، وإنا نسألك أن تحسن ختامنا في الدنيا، وتجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجزي من قام بهذه الدورة فحضر لها وأدارها وألقى فيها وحضرها وشاهدها وأمن على دعائنا فيها وانتفع بشيء منها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبق منافعها لنا ولمن يأتي بعدنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.